هادو راه خوتنا وعائلتنا، راه حنا كنا خوت، حنايا ايكيب عادي خدامين مجموعين. اتفقنا اننا نجو، صراحه عندنا واحد الصديقه ديالنا معانا خدامه وافتقدت عائلتها، وصراحه للاسف ضررنا معاهم ونسيه ديالنا حتى هي مرضات، ولكن ما بغيناش نكونوا، ما خصناش نبينوا الناس باننا ضررنا، بغينا نعاونوا وبغينا نشوفوا الابتسامه ديال الدراري الصغار، على الاقل واحد الحاجه صغيره اللي غادي تفرحهم. جينا حنايا نتعاونوا معاهم كاملين، وصراحة ما كناش نديرو كثر ما كثر، ولكن داكشي اللي استطعتنا درناه. صراحة النفسية ديال الدراري الصغار مضررة بزاف، ولكن باغين هي مي كتجيب لهم شي حاجة صغيرة كيفرحوا، كتلعب معاهم كيفرحوا. صراحة شناهي واحد الشخص اللي غادي يكون في واحد الدار وغترب عليه ويشوف الناس اللي عزازين عليه كيموتوا قدامه، وشحال من حاجة يعني كتبدل لي الحياة في واحد الثانية وحدة. مي الحمد لله، كنقولوا الحمد لله، ونديروا ايد في ايد ونتعاونوا، وداكشي اللي قدينا به نزيدوا لقدام. وصراحه فرحانه بهذا التضامن، بهذا التعاون اللي كيتعاونوا الناس، وشكرا بزاف، وفرحانه بزاف حيت جيت وبغيت ندير اكثر ما اكثر، والحمد لله. احنا ولاد اكادير، وكل واحد فين ساكن، يعني كل واحد وواحد بلاصه، كاين اللي في ايتملول، كاين اللي كل واحد فين، وهذا الشيء على غفله بعدا. جينا بغينا نجيو نشوفوا الصديقه ديالنا اللي افتقدت عائلتها، ومننا نجيو نضحكوا الدراري الصغار، نديروا معاهم دي زاكتيفيتي دي هذا. صافي قلنا شنو، نجيو نتعاونوا ونجيو نديروا ايد في ايد، وجينا. هذا واخا الدراري الصغار صراحه لقيناهم ضررين، مي من كنشوفوهم جايين كيجريو، من شافونا كنفرقوا، يعني شي حاجه اللي بسيطه وفرحاتهم راه فرحنا، وما كناش نديرو كثر. فرحانين وباغين يلعبوا، باغين اللي يكون معاهم جنبهم، باغين اللي هذا، ماشي بالضروري شي حاجه كبيره، تقدر حاجه بسيطه تشوف ابتسامه ديال شخص، هادشي اللي بغينا.